البرنس ما صحيش؟ لسه. الساعة بقت 11. سموك هترجع مرة تانية؟ ها؟ مش عارف. اسمع. نعم. خد الظرف ده اديهوله لما يصحى. وقول له اني هفوت عليه تاني. حاضر. عيب يا برغوت، انا كيفي كده. ولما يشوفك البرنس هيعمل ايه يعني؟ انا مستغني يا اخي، مفيش حد احسن من حد. وعيدك سودة، البرنس صحي وطلب القهوة. ده منبي وفي القهوة. اتفضل. مين اللي جه؟ حد من الديانة؟ لا، ده النبيل عمال تاني. يا سيد جواب لك انت تقيل قوي. على الله يكون في إعانة، أحسن البرنس بتاعنا حالته كرب قوي. تبقى فرجت، أنا قلبي حاسس إن إحنا هنقبض. ها، ده بعدك. تراهني على نص ريال. أراهنك ولو إن ده يبقى أول نص ريال دخل جيبي من ثلاث أشهر. لازم النبيل عمال بعت إعانة علشان بيقبض من الحكومة كل شهر 200 جنيه. إيش معنى البرنس بتاعنا ما بيقبضش ولا نكلة؟ عماد كان عنده أموال دخلت كلها الحراسة، عشان كده بيقبض ما هي. آه، عشان كده البرنس بتاعنا باطو والنجمة. فرتك كل ثروته وأصبع عايز تفلات على حساب العيلة. لكن دلوقتي خلاص تكيات يوه. يوه. ها، طمني، الجواب فيه فلوس؟ إحنا بينا جه على شغلك. إزاي؟ النبيل عماد عايز سلفة. محجوز على هدومه وجايب محضر الحجز علشان البرنس يصدق. ها،
يا حلو على النص ريال. طب حلمك عليا. انت فاكر لما كنا قاعدين في قهوة سليمان في اول يوم رمضان؟ ايوه فاكر. فاكر لما طلبت مني نص ريال عشان تجيب باكو دخان؟ لا مش فاكر. خلينا في الجد. الجد؟ نبقى خلصين. افندينا امر بالفطار. هنفطره منين؟ ولا هو داري ان احنا بنصرف على المطبخ من جيوبنا. يا وحشة هلتوت انك انت توكل البرنس. يا بني ادم ربنا قال من اطعم يتيما له الجنة. ما قالش بقى من اطعم برنسا. يا ابن ابني يا سادي يا رب. أنا كم مرة أمرتك عشان ده من نفسه يا فندم بيفز الفوق. بيفز الفوق؟ أيوه. طيب أنا هعرف أقدمك. مين طلب المقابلة امبارح؟ حاضر. 20 مكالمة تليفونية من النبيل عماد. ده قبل الحرارة ما تنقطع. وإيه اللي قطع الحرارة؟ المصلحة يا فندم. الاشتراك ما اندفعش. ايه ده؟ فين السك؟ مفيش يا فندم. البقال مرضيش يدينا حاجة. 9 مرات طلب الإذن بالمقابلة يا فندم. مين؟ البقال؟ النبيل عماد. النبيل عماد. النبيل عماد. النبيل عماد. تقول له ما يجيش هنا ابدا. ما عنديش مفهوم. مفهوم يا فندم. دي اوراق متعرض علينا. شويه فواتير بسيطه يا فندم. فاتوره التليفون والترزي والويسكي والسيجار. مش هدفع عشان ما عندهمش ادب. يبقى مش هدفع. خونه. ايه ده؟ ده فلافل يا فندم. معموله من ايه دي؟ فين الفطار بتاعي؟ البقال قرر قطع العلاقات وبعت الفاتوره القديمه يا فندم. فاضل يا فندم عريضه واحده. خدم سموك بيتقدموا بالتماس انك ترتدوا. خلاص مرفوضين كلكم. انا كنت مخليكم بس من باب الرأفة. داهية. أنا هستنى مع سمو. لا أنا ما أقدرش أسيبك. أنا شايلك على كتفي وأنت صغير. مش عايز أشوف وش حد منكم. يلا أفندينا. برا كلكم خونة زي بعض. برا. ربنا معاك يا سيدي. وبعدين يا عم عثمان. عم عثمان ازيك يا عم عثمان؟ وازاي بابا؟ بخير يا ستي. ربنا يخليكم ويصلح الحال. كتر خيرك يا عم عثمان. ابقى تعالى. اجي يا ست. انا ليا مين غيركم؟ بس اعملي معروف يا ست. لازم تشوفوا طريقه. ضروري. اطمن. مع السلامه. الله يسلم. ايه الحكايه؟ بابا ماله؟ بابا عيان؟ بابا الخدامين سابوه والتليفون انقطع. حتى الاكل مفيش. بابا هيجوع يا جيهان. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ لازم سالم جوزك يتدخل. هو بيصور حاجه اسمها سالم. يعني هنسيبه كده؟ لا احنا لازم نروح لسالم دلوقتي حالا. يلا نلبس. يلا. بس انا خايفه لا كريمه تزعل. ليه؟ عشان المطبخ عليا النهارده. لا دي قلبها طيب. اقول لك نفوت عليها احسن. طيب. كريمة. اهلا مرات اخويا. يا روح مرات اخوك. احنا النهارده هنتغدى من ايدك الحلوه.
النهاردة الدور عليك ولا يعني عشان في تخريط بصل؟ أبدا وحياتك، بس عندي مشوار ضروري. وانت كمان هربانة؟ أيوة بختك وحش، كنت حديلك درس في المسقعة. صينية البطاطس وحياتك في الأول يا كريم. طيب فوتي دي على بابا في الجنينة وانت فارك. بس كده من عينيا. باي باي. صباح الخير. يا صباح الخير، ايه الجمال ده كله؟ اللهم صل على النبي. بعدين معاك بقى يا عم، انت الظاهر حاطط عينك على جيهان. من ايد ما عدمهاش. لو كان ليا ابن تاني غير سالم ما كنت سبتك تتجوزي بره ابدا. كانك جوزتهولي يا عم، مش تشوف لي بختي النهارده بقى يا عم. صبرك عليا يا ستي. برج الحوت، برج الحوت، برج اهو. تسعدين بمقابلة عظيم. مظبوط يا عم، اصلنا هنفوت على سالم. باي باي. باي باي. مع السلامة. ترس الكورونا عاوز يتغير. فك فك وغيره. ست في المكتب يا باشمهندس. طب انا جاي حالا. ياما حاولت اتصل بيه من شهر واحد، بس قلت له في التليفون يا سيدي قابلني، يمكن لما تشوفني وتكلمني تهضمني. قال لي ما احبش اشوفك، وقفل السكه في وشي. اهو نعمل اللي علينا يا سالم، وكمان الظروف اتغيرت دلوقتي. حاضر نروح. سالم يا بابا جوزي، وحشتني يا بابا. جوزك يا ست ميرفت اللي اتجوزتيه من غير رضايا جاي هنا يعمل ايه؟ جاي اطلب رضاك وننسى الماضي. عاوزني انسى ان بنتي اتجوزت ميكانيكي؟ هو عيب ان ميكانيكي؟ يا بابا سالم متخرج من كلية الهندسة. أنا ابتديت السلم من أوله علشان أعيش من بركة العمل اليدوي، والحمد لله ربنا فتح عليا، ودلوقتي عندي غير الورشة مصنع كبير للشاسيهات، وعندنا كمان يا بابا قرشين كويسين في البنك وفيلا لطيفة في المعادي. ها عايشة فيها بأي صفة؟ تعالى عليهم مش كده؟ أنا عمري ما عشت عالة على حد. من يوم ما عشرت عيلة سالم وأنا حاسة إني خرجت من سجن الفراغ اللي كنت عايشة فيه هنا. أنا والحمد لله عايشة بمجهودي، برسم صور وبيعها يا بابا. طيب وجاية هنا ليه دلوقتي؟ أنا مش طردتك؟ طردتني عشان مرضتش أتجوز النبيل عماد، لكن أنا عندي أمل إنك تغير رأيك. وأنا عندي أمل إنك تتنازل وتقعد معانا كم يوم في المعاد. وحياتك يا بابا. أروح أقعد عندكم أنتم؟ أنتوا لازم حصل في مخكم حاجة. طب بلاش تيجي أنت، نيجي إحنا. المهم يا بابا إننا نعيش سوا. إيه؟ ده يعيش هنا؟ بزيته وشحمه؟ يلا يا ميكانيكي على الورشة بتاعتك، يلا يلا. وانت يا ست جيهان مستنيه ايه؟ دوري لك انت كمان على واحد عجلاتي عشان تتجوزيه. المسألة مش مسألة ميكانيكي او عجلاتي، مش المهم الواحد يبتدي بايه، المهم الواحد يصل لايه. وما تنساش يا بابا ان جدنا كان دخخني. قلت برا برا قبل ما اندح الخدامين يجوا يطردوكوا. اظن يا فندم الخدامين في اجازه. قلت لك على الورشه بتاعتك وخد دول معاك. دول لحمك ودمك بناتك. انا ماليش بنات، بناتي ماتوا. لا يا فندم مش هم اللي ماتوا، انت اللي عايش زي اهل الكهف. وانت فوق احتقرت الورشه، دلوقتي الورشه هي اللي فوق لكن قلبها طيب ومستعده تمد لك ايدها في اي وقت. امشي. حاضر. بابا
اقعد انا معاك، ما اقدرش اسيبك لوحدك. قلت بره. حاضر انا خارجه، بس قبل ما امشي عايزه اقول لك كلمه. الدنيا اتغيرت يا بابا، لازم تكون واقعي عشان تعرف تعيش. بابا انا ملياش بناء. يطفح ويسكي ليه ما دام هو مفلس؟ انا مش هديله سيجار واحد بعد كده، يحول بقى على السمسون. انتوا مصيبتكم خفيفه، انا ليا عنده 28 بدله قماش وتفصيل. 20 بدله. اسمعوا حضرات، انا هدفع لكم ديونكم كلكم، اسمحوا تفوتوا عليا في العنوان ده. مين دول؟ جماعه اصحابي. أنا مش فاهم بس تعبى نفسك ليه؟ يا بابا أنا بحب ألبس كويس، وما تنساش إن إحنا عايشين مع برنسسات. يا ستي خلي أكبر محل يفصلك، ده أنت شريكة أخوكي، ما تبخليش على نفسك. أنا بحب أفصل بإيديا مش عشان أوفر، عشان أنا بفصل أحسن من المحلات دي. بس أنا خايف على تعبك. أي لقمة والنبي يا كريمة يا واملة، أحسن لازم أرجع لورشة بسرعة. حالاً يا أخوي. أنا هغرف على طول، وأنا هحضر السفرة. إيه الحكاية؟ مالكم؟ كلكم جايين مبوزين. ولا حاجة يا بابا، أصل كنا عند حماية. وقابلكم؟ طردنا. الراجل ده مش عاوز يقعد أبداً. وبعدين بقى ويا الراجل ده؟ أيوة يا لطفي. اسمع خد نمرة التليفون دي. 896-306 306. ايوه عاوزك تدفع اشتراك التليفون ده حالا. بصراحه يا كريم انا قلت لك على كل حاجه، بابا ما حلتوش ولا مليه. يا رب خد بايد بابا والنبي يا رب. برضه هنستنى. اهلا
اهلا وسهلا. انا جاي ارهن عندك نياشين جدي واوسمه عمي والقلاده بتاعه المرحوم بابا. برنس، انا كنت فاكرك جاي تفك رهنيه الشمعدانات الفضه. اسمع كلامي وما تضيعش الفرصه دي من ايدك. انت عارف ان المرحوم بابا عشان ياخد دي دفع 10,000 جنيه للسرايا. برنس، دلوقتي مش يسوى حاجه. برضون. وي مدام. دي من فضلك. ودي كمان. خونة. الدور المشوي. الدور المشوي. حمام يا دورة. الدورة المشوي. حمام يا دورة. تجيب ده وتاخد نيشان. اخد ايه؟ كوز دورة على مزاجك يا معلم. عينيا. بقول يعني بتاخد كام في الواحد؟ حاجة زي الورد، ايه اللي تدفعه؟ نسيب دفتر الشيكات. معلش، أنا معايا فك. أنت تعرفني عشان تعزمني؟ عارف إنك جعان زيي. تريز انتليجون. أنا فعلا كان نفسي في الدورة. متشكر. الدورة المشوي. الدورة المشوي. الواحد بيتكسف من البياعين دول. ليه ما يحطش تيكت بالتمن؟ كويس. ده عاوز يخالف التسعير. لاحظ لصوص يا اكسلانس. برضه كويس قوي اكسلانس دي. يا حضرة، انا راجل غلبان. عاطل. الحال من بعضه. انت كمان عاطل؟ ويا ترى زي كده عاطل من ذوي الالقاب؟ انا عندي دكتوراه. لا، انا عاطل بالوراثه. بالوراثه؟ لازم راكن على حاجه تعيشك. راكن على علبه قطيفه. على العموم انا تشرفت يا دكتور. اسمي الدكتور حموده. انا اسمي شوكت. اتعشى مني اقدر ارد لك عزمتك في الكلوب. انت بتروح الكلوب الحسيني؟ يبقى ضروري يعني نتقابل، علشان انا نازل قريب منه في لوكندة الامراء. الامراء مره واحده؟ ليه؟ انت مستغرب؟ ولا حاجه. انا متشكر قوي على الدورة يا دكتور. العفو. بونسوار. بونسوار. لظروف طارئة أنا حبات الليلة دي معاك في أوتيل الأمرة. يا فندم أهلا وسهلا.
مش يلا بينا. اتفضل. تفتكري بابا هيفهم اني انا؟ يعني هو لسه فاكر انه معاك مفتاح ضروري نسي. النور كاميرة قطع زي التليفون. يا خسارة، كان نفسي اتفرج على السرايا، اصلي عمري ما دخلت سرايات. طب هاتي ايدك بقى لحسن بعدت الكعبيه. معاكي كبريت؟ يعني عارفاني بدخن عشان يكون معايا كبريت. اهو مشوار طلع على فشوش، مش هنعرف نوضب البيت. اقل نسيب الفلوس على الكومودينو او في اوضه المكتب. اه في اوضه المكتب. تعالي. انا قلبي مخطوف لو باباك يطب علينا دلوقتي. متخافيش، بابا ما بيرجعش من نادي محمد علي قبل الساعة 2 بالليل. أنا سامع صوت كلاب في الجنينة أحسن حتى يكون دي. بتبقى وقعتهم سودة. ده بابا؟ دول لازم حرامية. دي حركات حرامية. مرقوش من ايه مادام الحصار انفك وجو خالي؟ لحسن يكونوا متربصين. لا ده انت قلبك خفيف خالص، اصلهم خونه. بابا بابا يلا نهرب اوان. وبعدين مش عارف. ظهر النور اتقطع كمان. الليله باينه من اولها. ما كنا نمنا في قمه العمره والليله وخلاص. عمره؟ انت غشتني يا استاذ. ده اوتيل كله حشرات، انا هدومي عاوزه تعقيم. تعال ورايا تعال، اوعى تتخبط في الكراسي. عمال تمشيني في حواري وتقول لي لقمه العمره. الله الله الله، ده قصر بصحيح، وانا ما كنتش مصدقك. ليك حق تهرب من لقمه العمره. انما ايه اللي كرمك عليه؟ ما قلت لك يا اخي الديانه الخونه. اسمع بقى، في شمعدان في المكتب، نروح هناك ونولعه. احسن برضه بدل ما نفضل نولع دكتور، شوف لي طريقة من فضلك، أنا عندي انتفاخ من الذرة. الذرة بس؟ نسيت الكشري؟ آه. على فكرة، أنا عرفت عنك كل حاجة وشرحت لي حالتك بالظبط، من ساعة ما سيبنا لوكندة الأمرة لغاية ما وصلنا هنا. ما أعرفش إيه اللي جراني وراك، يظهر إنك عجبتني أو صوبت علي. أنت إنسان. دكتور، ما شفتليش حاجة في بطني. أنا هشرح لك، اتفضل أقعد. انت كمان لازم تعرف عني كل حاجة. انا يا سيدي دكتور بس مش في الطب. امال في ايه؟ انا دكتور في النحو. نحوي؟ ايه النحو ده؟ الحق مش عليك، النحو يعني الجرامير بالعربي، جرامير اللغة العربية. وجرامير اللغة العربية دي تستاهل دكتور؟ وفرع واحد بس من فروع النحو، حرف جر. جر؟ بتجر ايه؟ ما تجرش حاجة ابدا، ده حرف جر مكون من ثلاث حروف اسمه حتى. دكتوراه في حتى؟ ايوه. عشان كده مش لاقي شغل. لو كان على اي شغل كنت اشتغلت من زمان، لكن انا متمسك باختصاصي. كلية الاداب عرضت عليا اني ادرس اي حاجة تانية غير حتى، رفضت. للدرجة دي؟ لا انت يا شيخ هتجنني بحتى بتاعتك دي. اصلك ما تتصورش اهميتها في اللغة العربية. انا هحاول اشرح لك. مثلا لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها، بالك حتى هنا ليها كم معنى؟ وده يهمني في إيه؟ اللي يهمني إني أكل السمكة كلها. مفيش فايدة. اللي عاجبني فيك إن دمك خفيف، مش عارف ليه. اسمع يا ولد، أنا عينتك السكرتير الخاص بتاعي أنا. يا ريت. مش بإيدي. أنا جوع أشهد، إنما مش ممكن أشتغل أي حاجة في الدنيا غير حتى. أنا ضيعت القرشين اللي سابهم لي المرحوم أبويا على حد. يبقى مفيش كلام، حتى دي هي اللي هتجيبك الأرض. تجيبني الأرض؟ تطلعني السبب؟ أنا راجل مقطوع من شجر ومش باكي على أي حاجة في الدنيا.
صور مين دول؟ دول بناتي. ودي كمان بنتك؟ ايوه. يا سلام، قد ايه جميله، قد ايه روحها حلوه، قد ايه دمها خفيف. خلاص الله الله الله. انا مش قلت لك ان دمك خفيف؟ ايه الهرمون طالعين لك؟ لا طالعين لامهم الله يرحمها. الله يرحمها، البركه فيهم. هم ماتوا كمان. ماتوا مش هسيبك لوحدك. خلاص قبلت اكون السكرتير بتاعك. برافو. عن اذنك بقى. ايه رايح فين؟ اروح لوكانده العمر اعصف حسابي واجيب هدوم. بعدين بعدين بكره اعمل معروف. دي اول ليله في حياتي ابات فيها لوحدي، وكمان الدنيا ضلمه والنور مقطوع. طيب يا سيدي اسمع بقى، ما دام انت قبلت تكون السكرتير بتاعي لازم تعرف ان المرتب اللي انا عملته لك مش هقدر اديه لك اليومين دول. عارف كفاية علي أنام في القصر وربنا يتوب علي من لوكندة الأمرة. أنا تعبان بقى، تعالى نطلع ننام. فين؟ فوق في الأوضة بتاعتي. لا الشرط نور، أنا راجل ما أحبش أنام مع حد أبدا. طيب في أوض نوم كتير قوي بتوع البرنسات الصغيرين. معلش أنا هنام على الكرسيين دول لغاية الصبح والصباح رباح. بس أصل فاهم، خلي الشمادة معك. طيب خلي أنت بقى الكبريت معك. ألف شكر. أنوي تصبح على خير. الله الله الله. مساء الخير. انت مين؟ انا هي المرحومة. اعمل معروف وطي صوتك. انت خايفة من ايه؟ مفيش حد يقدر يأذيك. ده انت روح. انت برضو صدقته، انا بني ادم زيك، بس اصل حصل مشكلة، بابا خاسمني انا واختي بصراحة. انا مستعد اسمعك للصبح، بس من بعيد لبعيد ارجوك. Thank you.
دكتور حمودة يفضل معاه على طول، متزن ودمه خفيف. تعرفي ان اللي يشوفه ما يقولش عليه باباكي ابدا. انت بتكلمي على مين؟ على باباكي. انا بتكلم على الدكتور حمودة. دكتور ايه بتاعك ده انت كمان؟ ابو شرب مقطع ده، انت ما بطلتيش كلام عنه من الصبح. نعم نعم، يعني انت اللي بطلتي كلام عن بابا من الصبح. طب نام وبلاش غلب، بس مش عايزين ننسى ندفع اشتراك النور الصبح. دي توصية مستعجلة، لازم افتح لهم النور. يا اسمك ايه؟ يا دكتور في حتة؟ يا حتة؟ يا دكتور اصحى شوف النور ولع لوحده. ما انا قلت لك ان البيت ده فيه قوة عليا. اسكت اعمل معروف ما تفكرنيش. يا ساتر. قوم اعمل لي فنجان قهوة وسكر زيادة. ايه؟ سكر زيادة، انت اطرش ما تسمعش. انا مضطر استحملك. حاضر، بس انا بحب اشربها سادة. سكر زيادة افهم. وفين المطبخ بتاعكم؟ في الاوفيس قدام، في سلم تحت على طول. يلا يلا. سادة لأن مفيش سكر. طيب زي بعض واعملها سادة. يا برين يا أخي كفاية زهيق بقى، أنت فاكر نفسك لسه في اللوكان ده؟ إياه يظهر إن إحنا هنشربها من غير سكر ومن غير بن. أنت مزعج، عثمان كان بيتصرف. شيء غريب أوي. Thank you.
يا برنس، انت عارف ان الاوفيس ما فيش حاجه نفطر بيها؟ انا على الحديده. معاك انت فلوس؟ الكشري اللي سموك حبست بيه امبارح كان شكوك يا اخي. ما دام لك حساب جاري هناك روح هات التموين. ده كمان من اختصاصات السكرتاريه اني اكبت البيك. حاسب انت بتتكلم مع مخدومك. مع احترامي لسموك لازم تعرف اني لو هوبت ناحيه هناك مش هيدوني التموين. امال هيدوك ايه؟ هيدوني علقه لان الحساب عالي خالص. سمني بلدي يا بسبوسه. اندهله اندهله ايه؟ البسبوسه. بسبوسه؟ بتاع البسبوسه يا اخي. احنا على الحديده مش شغلك. بقول لك اندهله خليه يلف ويخش السرايا. اندهله. اسمع يا نارك فل يا اخي. طبقين اوام. مش خايفين البرنس يشوفكوا ورفتكوا؟ ده راجل شراني. انت مش شامم الريحه؟ سخنه ومنغنغه في السمن البلدي. طب اوام خلص. عاوزين بكام؟ عاوزين بده. ايه ده؟ بعدين افهمك. اديني حته من الحرف بس تكون مقرمشه. والنبي حلو ما تشوفوا لنا كمان واحد للواد الصغير. كل شيء بثمنه. كان حقنا نعمل معاه اتفاقيه انه يفوت كل يوم. اتقل. انا شفت عينيها تطلع على نشان عندك بالذات. هو اللي هيجري ورانا بعد كده. النشان ده انا بفكر اجربه بقى عند بتاع الكباب. عندك كل الكرافتات دي ومش لاقي تاكل؟ طب ما تسرح بيهم في العتبه يا اخي. اخرس. زعلنا يا برنس؟ مع ان دمك بيبقى خفيف قوي لما بتنسى انك برنس. لما يكون مزاجي رايق. يا اخي انا في عربك. ليه ما يكونش مزاجك رايق دايما؟ حموده الحقني. ايه ده؟ ما انا قلت لك مش احنا بس اللي في السرايا. يبقى السرايا لازم سكنتها العفاريت. وليه مش الملايكه؟ العفاريت بيلهفوا انما الملايكه بيدوا. اسمع بقى يا ولد يا حموده، انا عازمك الليله دي على العشاء في الكلوب. الحسيني؟ حسيني ايه يا اخي؟ محمد علي. انت نسيت انا مين ولا ايه؟ انت صاحب السمو. طيب قوم بقى اقف وانت بتكلمني. يلا قوم. انت صاحب سمو سابقا انما انا دكتور حاليا، ومن هنا ورايح ما تقوليش واد حموده دي. انا الدكتور حمود. دكتور ايه؟ في حتى ده يبقى اسمه دكتور؟ انت مش قلت لي ان التليفون مقطوع؟ يبقى قوه عليا. شوف مين طالبني. وليه ما تردش انت؟ عشان انت اللي بتشتغل عندي. انا مضطر احترمك لغايه العشرة جنيه ما يخلصوا. افندم. الدكتور صباح الخير. انا جيهان. اهلا. افندم. مين؟ ده يظهر ان واحد من الديانه. تحب تكلمه؟ لا لا اعوذ بالله. سحلاو سحلاو. طيب اترجاني. ايوه يا فندم. والنبي يا دكتور ممكن نتقابل علشان نتكلم شويه في احوال بابا؟ اهلا. تحت الامر برضه يا فندم. بالدقيقه او ثانيه. بربر. انا سعيد قوي بالفرصه اللطيفه دي. وانا كمان. تسمحي لي اعزمك على واحد جيلاتي؟ مفيش مانع. أنا متأسف مفيش فلوس في جيبي. إذا كنت مصممة يبقى حضرتك اللي هتدفعي تمن الشاي. بس كده بترتاح؟ اتفضل. عايزة فستق ولا مانجا ولا فستق؟ اتفضل. باري. معالي كمان يا فندم. مع السلامة. اتفضلي الفستق. والباقي خمسة. ميرسي. العفو يا فندم.
انا اللي هقول ميرسي، اصل والدك ربط لي يوميه مش بطاله 7 ساعات بس لسه ما قبضتش. جيت للجري ما استنيتش لما يفك العشرة جنيه. يا ترى هو لسه فاكر ان الارواح هي اللي بعتتها؟ امال هو متمسك بيا ليه؟ خايف للارواح استفرد بيه. وحياتك يا دكتور تفضل وياه. ده انا اللي اترجاكي اني افضل وياه. بس ذنبك ايه بابا يعطلك؟ يعطلني من الناحية دي؟ اطمني انا عاطل جاهز. ما انت مالكش حق تتمسك بالنحو وحروف الجر دي. وعرفت منين؟ انت ناسي اني سمعت كل كلامك وانا مستخبية في اوضة المكتب. اه صحيح، فاتت عليا دي. ليه ما تتركش حتى مؤقتا وتشغل نفسك بحاجة تانية؟ ده اللي انا حاسس انه حصل فعلا. في حاجات ابتدت تاخد حتى من قلبي. ممكن اطلب منك خدمة؟ اموري. تتكرم وتوصل دي لبابا بنفس الطريقة اللي تشوفه. اوضاع معكوسة، بابا ظروفه صعبة دلوقتي، لكن انا بشتغل. بتشتغلي؟ برسم تابلوهات. مش معقول. ليه؟ عشان انت نفسك عبارة عن تابلو. ده رسمك؟ برافو. الواحدة لازم تدور على أكل عيشة. أنا كنت فاكر إن جوز أختك هو. بالعكس، ده هو اللي شجعني إني أستفيد من هوايتي وأبيع رسوماتي. مبدأه إن العمل عبادة. أنا اتأخرت، لازم أسلم الصورة دي عشان أقبض. عن إذنك. هشوفك تاني إزاي؟ بالتليفون زي النهاردة. أرفار. اكسلنس. انا نفسي افطر بيض مقلي. معاك شلن؟ 10 جنيه خلاص، فاضل شويه مليم. يبقى خلاص احترام، اروح اعمل لي فنجان قهوه. انت انتهازي. تسمح لي انتهز الفرصه واسالك، ما دورتش على شغلانه علشان المام؟ ايه؟ انت عاوز واحد صاحب سمو يشتغل عشان مام؟ انت لازم مخك مش طبيعي. يبقى تستنى بقى قوة غير منظورة. ليه لا؟ وإذا حصلت المعجزة بالنص؟ بالنص دي كانت تنفع هناك في اللي كان بياها، عشان هناك ما كناش بنلاقي غير الحشرات والبراغيث كده. أيوه. اسمع، سيب لي كده تاني. يلا روح اعمل لي فنجان قهوة في الأوفيس حالا. طيب وال اسمع، أنا هرجع من الحمام إذا ما لقيتش القهوة جاهزة، اعتبر نفسك مفصول. يلا 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 يلا. إكسلنس. الله، العشرة جنيه يا خينا يا حتى. العشرة جنيه. انت مش قلت لي انك شطبت؟ دي دفعة جديدة من فوق. ها؟ كنت مخبي عني. انت مالك يا اخي؟ حاجة بعتينها لي اجدادي. شيء غريب قوي. اسمع، انت احسن لك تبطل التنبلة اللي انت فيها دي وتدور لك على شغلانة تاكل منها عيش. دبرني انت يا فالح يا بتاع حتى. اقول لك ليه ما نعملش القصر ده بنسيون؟ اخرس! انت عاوز القصر بتاع اجدادي يسكنوه الرعاع؟ مش كفاية عليا انت؟ أجدادك عدلوا عن كرامهم، بعتوا لك حسنة ورجعوا شفطوها. يا فلاح افهم، أنا مش ممكنني أأجر القصر ده، أنا مسموح لي بس بالإقامة فيه. أجرهم غير أجرة يا أخي. إزاي بقى؟
ناس يجوا يقعدوا فيه معانا وقالوا نب. ومنين نجيبهم الناس دول؟ اعلان في جورنال من الجرايد زي اعلانات طلب الوظائف اللي انا بعملها. وهي كانت نفعت قوي اعلانات طلب الوظائف اللي انت بتعملها. ما انت قاعد صايع وملاقح حوامل غير شغلك. الوضع مختلف. هنقول قصر فخم مجانا للايجار يبقى حاجه ثانيه. بص سرايا للايجار مجانا بقى ده كلام يخش المخ. هو في سرايا مجانا الا السرايا الصفراء. او النبي مكتوب كده يا لول وحياه مشمش وان شاء الله عدم. اعوذ بالله. طب تفيها من بوق الباشا خلاص يا حبيب. ودي فين بقى السرايا دي؟ في الجيزه. اطلع يا قصه على الجيزه. الله ايه اللي هيودينا الجيزه واحنا قاصدين امبابه؟ ايوه بقى انت ناسي ان النهارده السوق يا اخي. هون اتفرج. هو يا اختي ده انت مش طول عمرك تقول نفسي اسكنك في سرايا اهي سرايا وببلاش. ببلاش وهو لازم بقى فيها ان لازم مسكونه. نفسي اسكن في سرايا ونبي يبقى نو 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 عشان خاطري بقى يا ستي. اطلع الجيزه يا اسطى. صباح الخير يا الدلعابي. يا انت صباح الخير. احنا قرينا الاعلان في الجورنال. فين صاحب السرايا؟ اه فين صاحب السرايا؟ انا صاحب القصر. والنبي دمك خفيف. ودي ايه دي بقى؟ السولجان يا صاحب القصر. والنبي قصر فخم قوي يا زازا. جدا يا لو. وده في كم اوضه؟ حوالي 20 يا دوبك يكفوا. كل اربعه في اوضه على طريقة لوكندة الأمراء. يظهر العيلة ما شاء الله. احنا بقى بالصلاة على النبي كده حوالي 40 ده غير حضرتي والمدام وبالقافية الخدامين. عظيم. ربنا يزيد ويبارك. ده يظهر هيهدوه في يومين. يا دوبك يكفي بالعافية. صدقني يا هانم اللي يحط رجله في القصر ده ربنا بيفتح عليه خالص خالص. ياكل بسبوسة على طول. إيه تسمح تفرجني دور الفواني؟ اه لا خليك انت. اصله عنده القلب وانا عندي الاعصاب وعند اللومباجو. اه يا لومباجو يعني وعندي ولا قلبك. هو ده بلا قافية البرنس بنفسه؟ ايه مش عاجبك؟ لا اصل بقى دي اول مرة اشوف فيها برنسات بصحيح. وحضرتك بقى من غير مؤاخذة شرحه؟ لا انا دكتور. حلو هنعوزك. بس انا دكتور في حتة. في ايه؟ اشرح لك. عندك سمكة وهتاكلها. ايه بقى شروطك يا توتو؟ اصل انا المتصرفة الوحيدة. اسمي شوكت يا فندم. يا اخويا ما تدقش. الشروط في غاية البساطة. كل اللي نطلبه منكم ان احنا نقعد وياكم اوضة واحدة ننام فيها انا والدكتور. البيت كله تحت امرك. وبخصوص الاكل. ايوه. بما اننا عزاب ما عندناش مانع لو امكن تبقوا تعزمونا. ده يوم المنى. انا كل تحت امرك في كل اللي تطلبه يا توتو. اسمي شوكت. يا اخويا خليك بحبوح كده. بقى يا اخويا اكلت السمكات حتى راسوها؟ بقى ده كلام يخش المخ. انت فاكرني ايه؟ كورونيا؟ طب والدكتوره بتاعتك دي بقى مقليه ولا مشويه؟ مدهش. ما تتصورش انا سعيدة قد ايه لاني بعمل وبعيش بعملي. برافو. على فكرة خد العشرة جنيه دول اديهم لبابا زي العادة. من هنا ورايح مش عايز الملايكة يشيلوا هم بابا. ازاي؟ الاشياء بقت معدن. رضا فرجت. فرجت منين؟ من العيلة. العيلة اصلها كبيرة قوي. صحيح عيلة بابا اصلها كبيرة قوي لكن تأكدي ان انا هقولك اذا ساءت الاحوال. يعني هتخليني اشوفك عشان اطمن على بابا؟ انا لسه كنت هترجاكي انك تسمحيلي اقعد جنبك وانتي ترسمي صورك. هقعد ساكت مش هتشعري بوجودي. هتزهق. انا متأكد اني لو قعدت جنبك طول النهار طول حياتي مش هزهق. بس انا افضل انك تدور على شغل. انتي عايزة الجد. انا بدور على شغل اكتر من الاول. انا فرحانة اني بسمع منك الكلام ده. انا دلوقتي عندي امل في الحياة.
انت غيرتيني خالص. اسمع قوم جاهد ودور على شغل، ما تعطلنيش، خلينا انا كمان اخلص الصورة. امرك، هشوفك ضروري. مع السلامة. الله يسلمك. شوف بقى يا برنس، الراجل الجدع ما يزعلش على اللي راح، ياخد الهدره من الظهر ويقف تاني على رجليه. معلوم، بس انا خايف ان الهانم تاخد الهدره من قشر البطيخ. اركنه على جنب حفيظه، ما تقعش ابدا، دي تعجبك. انا لما اتحبست في جراير التسعيره وقفت هي في محلات الجزارة بتاعتي زي السبع. بلاش حكاية السبع دي يا معلم، احسن دي كلمة ضد انوثتها. يا مرحبا. خش سلم، العيلة شرفت. اهلا وسهلا. بس انا شايفكوا حليتوا، يعني اتغديتوا وعايزين نحبس. بلغني انك اهواج البرنس يا دكتور. بعد اذن سموك اكل لهم الاول. الحق قبل ما يشيلوا السفرة. قوام وحياة والدك عشان تلحقنا بالقهوة. هو الغداء كان ايه النهاردة؟ لبن وبسطة. عظيم. وان شاء الله العشاء هيكون ايه؟ ان شاء الله شوربة عظم مع القمع. ايه؟ احسن الحلوين بيقيلوا. الحمد لله على سلامتكم يا فندم. الله يسلمك يا اخويا. انا كان نفسي اكون في شرف استقبالهم. اسكت يا دكتور احسن، انا منتظرك بفرغ الصبر. ليه كفايه الشر يا اخويا؟ سامية سخنه شويه وعايزك تطمني عليها. تعالى والنبي. ايوه بس انا معلش. تعالى لا 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 هم دول المحروسين. ايوه تعالى اعرفك بيهم. تعالى تحيه جول فدان سامية، ولا هتتلخبط فيهم؟ لا اتلخبط ازاي، ده كل واحده فيهم ما شاء الله يعني ليها شخصيه منفصله. بس انا ملاحظ ان كلهم مدموزيلات. طبعا الرجاله في الاوضه الثانيه، انور وخليل وعلي هناك. حكيمانة بقى من انصار عدم الاختلاط بين الجنسين. والنبي يا دكتور تشوف سامي احسن، تعبانه قوي. اسم الله شوف ما يلا ازاي. والنبي يا دكتور. باي باي. على فين؟ انت رايحه معانا اسكندريه؟ فين؟ اسكندريه. اصل انا عندي شغلانه هناك، وانا نعمل ويك اند كلنا. لكن انا لازم اروح ارسم. كويسه دي، هو في اجمل من مناظر بحر في اسكندريه؟ يلا لو حتى ابوك يلم شنطتك ما تكسريش الباقي، اصل انا شايف مربت الايام دي مش عجباني شويه. ها؟ يلا يلا. انت مش سامع صفاره يا حضرتك؟ صفارة ايه؟ صفارة التشطيب. اتفضل. حاضر. اتفقنا اننا نسيب المضايق في مصر. انت متهيئ لك اني متضايق. انا مبسوطه والحمد لله. ما تحاوليش تخبي عليا، في حاجه مزعلاكي. مفيش غير احوال بابا، عايش لوحده ازاي؟ انا مش متصوره بيقدر يدبر اموره ازاي. تعرفي انك عيله يا ستي، يوم بابا كلها اتسددت. ولا فكرك عشان مش عايز يعرفني هسيبه؟ اخفى عليك يا سيد وما تقوليش. مين بقى اللي بيخبي؟ انا ما خبيتش عنك حاجه، بس ما كنتش عايز احرجك. يا حبيبي يا سالم. ايه؟ شوفي شوفي. كانهم في شهر عسل. ما بطلوش حب لسه. مع اني اعرف ان اللي بقالهم مده متجوزين وصادفوا قعدوا لوحدهم مره بيقعدوا ساكتين. مش شرط. في سكوت بيكون احلى من الكلام، ومش كل الكلام. انا والمرحوم جوزي ما كناش نسكت ابدا، لكن كان كلامنا زي ضرب الرصاص. افهم من كده انكم ما اتجوزتوش عن حب؟ حب؟ لا، ده كان مجرد اسم ونصيب.
والجواز ده زي البطيخة المقفولة، يا تطلع حمرة يا تطلع قرعة. يعني عمرك ما حبيتي؟ انت بترسمي ايه؟ الله، انت بتهربي من سؤالي ليه؟ بقولك انت عمرك ما حبيتي؟ وانا بقولك انت بترسمي مين؟ وريني. الله، اهدى يا عيني يا عيني يا روح عالشخبطة. هاتي كده. مين ده؟ ولا حد. صحيح، عاوزة تقولي مين يعني؟ انا ملاحظة ومتهيألي كده ان بني ادم اللي انت رسماه فيه شبه كده. من مين؟ من الدكتور بتاع النحوي، حمودة ياني. يا غلبي ياني غمزت. صحيح. سد هو عيب ان الواحد يرسم افكاره؟ تعرفي انا لو كنت اعرف ارسم كنت رسمت مين؟ مين؟ قولي لي والنبي مين؟ تعرفي الدوامة؟ لا. تعالي. شايفة الدوامة اللي هناك دي؟ انت بتلخبطي، دوامة ايه؟ دوامة الحب يا عبيطة. عارفة ليه سموها دوامة؟ ليه؟ عشان بتخطف اللي يقرب منها، زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب. ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجة عن الحب. صدقيني عمري ما عرفته الا من كم يوم. الحب الخاطف نعلان نعلامة، اخدك ويلف مريانة مريامة. الحب الخاطف نعلان نعلامة، اخدك ويلف مريانة مريامة، ويسيب القلب في دوامة. وانا اصلي بحب الدوامة، اسهر للصبح في دوامة، احضر والف بحور قامة، واسهر للصبح في دوامة. انا اصلي بحب الدوامة، الدوامة. امشي في السكة اشوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان، واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستان. امشي في السكة اشوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان، واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستان. واكلم نفسي واقول يمكن شافني وعانيه مش عارفاني، واهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشة في دوامة. واهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشة في دوامة. انا اصلي بحب الدوامة، الدوامة. Thank you.
احلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش انها حلوه، واشوف خالات لو اسجلها كنت اكتب في اليوم 100 غنوه، وساعات احلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش انها حلوه، واشوف خالات لو اسجلها كنت اكتب في اليوم 100 غنوه، وساعات الضحكة الاقيها غرقانة في دموع الشكوى، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة، انا اصلي بحب الدوامة غيرها وما كانش حد واخد باله، بقى هو الحب يا ناس ممكن بالشكل ده يعمل ما بداله، انا شفته مرة ما فيش غيرها وما كانش حد واخد باله، والمدهش انه خطف قلبي ومبسوطة وراضية وسكتاله، بلف بورقامة وبحس كأني في دوامة، من يومها بلف بورقامة وبحس كأني في دوامة، وأنا أصلي بحب الدوامة يا أخواتي بحب الدوامة جهان. أنا مخضوضة. بعدين معاكي بقى، ما تدعشانيش، مش أنت صاحبة الفكرة؟ أنت قلتيلي إنه بيموت في السمك وحينبسط قوي لو عدر في أكلة سمك في التلاجة. يلا امسكي أعصابك. باباكي مستقيم؟ أنا هتجنن، أنا عمري ما شفتها دي. طبعا بيخاف يسكن لوحده. ايه اللي كانت هنا؟ الحلال، سمعت الصرخة؟ وكمان بتصرخي؟ يا هانم جوزك كسار، الأسرة دي مش فداية. طاطا طاطا صرخت ايه يا طاطا؟ حد هنا حاول يتعدى على حدوده؟ حدوده ايه يا معلم؟ امال ايه؟ مش عارف ان القصر مسكون. مسكون؟ اروح يا روحي، جايبة سمك في الأوضة. حي طاطا توصل الحالة ببابا، ادمهش مع القطط. والله يا أولاد أنا عندي فكرة، هي جريئة لكن فكرة. هي إيه يا عم؟ أنا هحارب القطط بالقطط. قطط؟
يعني ايه؟ دور واستناني يا اسطى. يا زازا حمودة هو الدكتور. لكن انا بثق فيك انت. اتحاكم لو كشفت عليك. انا يا دوب سالك مع القطط. طب انا يا دوبك قطتني ونوم. من فضلك كان في اعلان ان سرايل الايجار. جيتي متاخره يا عنيا. يا خساره. انا متاسف. حضرتك سمو البرنس؟ في خدمتك. أنا مستعدة أدفع أي مبلغ تطلبه سموك. عندنا يخت بدل الجنيه 1000. أعتذر يا هانم عن حضرتها البرنسيسة؟ نو أرجوكي، حضرتها المستأجرة. يا ريتك كنت بدرتي شوية يا هانم. على العموم حابة أتصل بيك بالتليفون. أرجوكي. مش جايز حضرتها تزعل وتزهق وتعزل؟ يا ريت يا فندم، يا ريت. باي باي. مع السلامة. كنت بتقول لها ايه في السر؟ انا انت بقى يعني يا توتو؟ ابدا يا هانم، انت اللي شرياني. تصوري بتقول على نفسها قطة؟ تواضع، دي كتكوتة. تفتكري مشروعنا هينجح هنقدر نخلصه منها؟ قوي. ايه رأيك لو تكلميه؟ انا؟ ايوه، علشان يعرف انك صحيح مهتمة بانك تحلي محلها. فاكرني؟ أنا اللي جيت النهاردة علشان الإعلان. شافك إزاي؟ حد ينسى اللطف والظرف والأدب؟ أنا أنتهز الفرصة عشان أعتذر لك عن فظاعة الست اللي ساكنة عندي دي. الاعتذار العملي إنك تخرجها. أنا مخضوضة أوي. من ساعة ما شفتك وأنا بفكر في الطريقة اللي أخرجها بيها. أنا خلاص بحلم إني الساكنة الجديدة، وهكلمك تاني قريب. كلميني كل يوم. من ساعة ما شفتك وأنا متقمصاني قوة عليا، هتساعدني إني أطردها. سموك في منتهى الرقة، وأنا كمان من ساعة ما شفتك. يا خبر، أنا انكسفت قوي، أصل عمري ما مثلت. لكن مثلت كويس. صحيح؟ تمثيلك كان قريب قوي من الحقيقة. لا يا شيخ. يا دي النار اللي في قلبي. يا ترى انت فين يا مرجان؟ يا ترى اراضيكي فين يا حبيبتي؟ ما اقدرش اعيش من غيرها ابدا. من زياده بقى قطعت قلبي يا شيخ. صحيح مصيبه كبيره قوي، انما هنعمل ايه؟ البركه في اخواتها بقى. كل ده من منعك لاختلاط بين الجنسين. لازم ليها صديق حرضها على الهرم. على ثلاثة. يا حبايب، يا ريت اللي جرى مكان. يا سامي، يا دل، يا جلجل، يا انا سبق قلت لك يا زاد ان السرايا فيها ان ولابد مسكونه. يا الحمدر، نزل يا اخويا بقيه الشنط. مسكونه ايه يا استاذ؟ ها؟ ما ده معقول؟ يا اخي مسكونه، انت نسيت الفلوس اللي كنا بنلاقيها فوق؟ النور اللي كان بيولع ويطفي لوحده؟ ايه السمك؟ السماك انا شفته بعناية دول. جاني الكلام يا ضوضو، مش ممكن نقعد هنا ابدا. عاجبينك قوي، عايزهم يستنوا وناكل منين؟ همك قوي على بطنك؟ يا اخي، ارجوك اتوسل اليك تساعدني انهم يرحلوا من هنا.
وليه بس؟ انت مالك؟ هو ده بيتك ولا بيتي؟ ماشي غريب قوي. في الحقيقة هتوحشونا قوي يا جماعة. أنا هستنى، ما أقدرش ما أقدرش. ليه؟ هو أنا مستغنى عنك؟ يعني استنى لحد ما يخطبوك أنت كمان؟ أنا قلت هستنى، يعني هستنى. ما أقدرش، أنا خايفة على البرنس منه. مش حرام نسيبه وحده. هو حرام صحيح. يا حندل. نعم. طلع الشنط فوق. استنى يا حندل. تسمح تمضي لي هنا والله؟ على ايه؟ على انك قريب سمو الامير. القانون يمنعني اجر السراي، انما لو قعدتوا هنا بصفتكم قرايبه مفيش مانع. حندل. نعم. نازل الشنط ولمهم اوام، انا مستنيك بره. يلا يا وليا. اوام يا حندل. حاضر. حبايب ايوه، لكن قرايب مع الصلاه. خونه. عايزهم يا ارجوك ارجوك. ايه يا اخي؟ شفت بقى الفكرة الجهنمية؟ يا أخي أنا مش قادر أفهمك أبداً، كنت عايزهم يقعدوا، وبعد ما رششت دمي طفشتهم. يعني أنا اللي كنت فاهمك، ما أنت كنت راضي بالأكل وتمريض القطط، وبعدين رحت قالب مرة واحدة. بعدين يا جميل تفهم كل حاجة. ألو؟ أهلاً أهلاً. يا هانم أخيراً تقدر تشرف. خرجوا خلاص؟ طب هنكون عندك بكرة. ايه يا جدع انت؟ زي ما يكون عليك البيضة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سمو البرنس بابا الحاج عبد السلام. اهلا وسهلا. انشانتي يا حاج عبد السلام. اتفضلوا يا فندم. بنتي كانت شافت السرايا وعجبتها، ده شرف عظيم. تحب تشوف الاوض يا بابا؟ لا 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 يا بنتي، ما دام انتي مبسوطه خلاص الحمد لله. بصفتي سكرتير البرنس احب اقول لكم ان سموه مش طالب في نظير الايجار اكتر من انه يفطر ويتغدى. العشاء مش مهم، سموه بيتعشى ذره. يا الف مرحبا بكم انت وهو. معنى كده هيقعد لنا طول النهار في البيت؟ وطول الليل. ما هو المفروض اننا هننام هنا يا هانم، ولو في اوضه المكتب. الا كده، احنا عيله محافظه. يلا بينا يا بابا. حلمي بس يا بنتي. لا يا بابا يستحيل، لما الحق القسط قبل ما ينزل الشنط. اصل راسها ناشفه قوي. فضلت تقر عاجبك كده؟ اهو طفش. تستاهل ما دام في حاجات بتستخبى عليا. تعالى يا بنتي تعالى. كريمة اقتنعت ان ما فيهاش حاجة ودمت انا موجود معاها. انا مش عارف اتشكر ازاي. يا شيخ ايه النشاط ده كله؟ ما كنت بتنام لغايه الظهر. مش يجوز الست تعوز قهوه ولا نسيت اختصاصاتك؟ تنزع عليا يا عم، ما انت ضمان. بلاش كلام فارغ وفكر معايا اوام هنفطرها ايه؟ نعمل لها القهوه ونفطرها. اشمعنى بتتكلم عنها هي ونسيت عمك الحاج يعني؟ عشان الاصول ان الواحد لازم يهتم بالجنس اللطيف يا فلاح. وزازا ما كانتش جنس لطيف. سامع مين؟ هي؟ امال الحد يا غبي؟ لو تعمل الخير تلاقي الخير على بابك، والصبر صاحب وفي عمره ما يخلى بك. يا ليه
وان صدفك الحب حب الخير لأحبابك وان صدفك الحب حب الخير لأحبابك يا قلبي دحنا ظهور يا قلبي دحنا ظهور أيامها معدودة والدنيا من بيتك. البيت تحت امرك، انا تحت امرك، الدكتور ده اللي شفتيه كمان كنت تحت امرك، كلنا تحت امرك. لا والله باردون، بس انا صوتي مش قد كده، خايفه لاكون قلقتك او صحيتك من النوم. يا هانم انا سعيد، انا صحيت على تغريد البلابل. حاسب لحسن انا بصدق. هما الخدامين هيجوا امتى يا هانم؟ مفيش خدامين، انا بقوم بكل حاجه بنفسي. نو وانت لسه غاوي نونوة؟ لا قصدي يعني القصر كبير عليكي. جوزي عمره ما شعر ان في حاجه ناقصه. انت متجوزه يا هانم؟ كنت، الله يرحمه. مسكين، جراله ايه؟ توفى في حادثه قطر، اصله كان معاه المحط. وما كانش ممكن تتجوزي واحد ارقى من كده شويه؟ على كل حال اهو راح في المكان اللي ما يتعرفش فيه امير من سواق الحمير. صباح الخير يا حاج. يا صباح الخير يا ابني، اهلا وسهلا. بونجور اكسلانس. احسن قول لي صباح الخير يا عم الحاج عشان افهمها. دكور يا عم الحاج. روح اعمل لي فنجان قهوه ساده وحياتي. اخرس. مش تجرب القهوه بتاعتي يمكن تعجبك؟ اي والله فكره. انا يا عمي مش مخلصني ان كريمه هانم تقوم لوحدها بخدمه البيت. ولوحدها ليه يا اخي؟ البركه فيك يا اخي. يا ابني على قد لحافك مد رجلك، انا معاشي كله 30 جنيه. تقصد سيادتك ان احنا هنعيش معاكم بالمبلغ البسيط ده؟ عيشه رضا، كريمه ست بيت مدبره وما يصحش تعتقد 30 جنيه الا اذا كنت تقدر تكسبه. انا حرفدك توفيرا للمصاريف. وليه بس؟ ده انا برضه بنفع في وقت الزنقه. مش باين عليكم تقدروا تستغنوا عن بعض. تمام، في اصحاب الروح بالروح ويا بعض زي الديوك، بس اصل سنه طويل اللي هو انا. تسمحوا تفكروا في الغدا؟ سموك تحب تتغدى ايه؟ فوجرا بالشامبينيون. فوجرا يعني ايه؟ كبد وز يا عم. كبد وز. أنا مسقعة. تبقى مسقعة لأسباب تتعلق بالميزانية. ومين فيكم شاطر في شراء الخضار؟ أهو ده بقى دكتوراه في الخضار. طب يلا بينا يا دكتور. الله الله. استريح أنت. استريح أنت. لا بس عيب. لا والله أنا حليف إنك تستريح. استريح أنت. اتفضل يا فندم. لأول مرة في حياته بيسور على التنبلة. يظهر إننا نجحنا. زمانهم في المعادي مستنيين نشرة الأخبار. عن إذنك. ألو، صباح الخير يا دكتور. بابا شك في حاجة؟ الحمد لله. ألو،
ازيك انت يا دكتور؟ طمني حالة بابا ازايها؟ كويس ومش كويس. مش فاهمة المسألة، عايزة شرح. وراكي رسم النهاردة؟ طبعا. ممكن اكلم كريمة؟ هي مش جنبك؟ كريمة راحت سوق الخضار. البرنس مع كريمة. بابا راح سوق الخضار؟ انت بتقول ايه؟ راح يشتري الخضار؟ هتاكل كبد وز بس من غير شامبينيون. مفهوم. الميزانية ممكن تشيل الوزة؟ يا هانم انا مركزي لا يسمح، مش ميلك شيال. فاضل عليك شوية وتقولي ناخد تاكس. دي الاصول. استنى دراعي تخدل. شوفي انا اضحي باجرة شيال لكن ما اضحيش بمركزي. انا مخصمة. هلو برنس. ايه ده اللي اسمك عامله في نفسك ده؟ دي الديمقراطية. وانا اللي فكرت في يوم من الايام اتجوز بنتك كان يبقى مركزي ايه دلوقت؟ ما حصلش اسمه، اهي جت سليم. انت عندك بنات؟ كان وماتوا. انا هبلغ العيلة. لسه زعلان؟ بيغلي. يظهر اننا اخترنا مأمورية صعبة. طب وايه اللي تشوفيه؟ ما تخافش انا هعرف ازاي انزله. انا في عرضك. ممكن اعتذر؟ انا اسفة. ما تتأسفيش، مكتوب عليا انها الفوت من حسالة العيلة يشمت فيه. على كل حال الغلطة دي مش هتتكرر عشان احنا راجعين بيتنا. بتقولي ايه؟ اصلي حسبت حسبتي لقيت ان عندك حق، التلاتين جنيه معاش بابا مش هيكفوا تاكسيات للوز. انا اعتذر كمان مرة. كريمة انا مش ممكن اوافق ابدا انك تمشي. انا مش اشيل وزه بس، انا اشيل قفص طيور بحاله. بس ما تمشيش. انا كريمه لو نتكلم بعدين. اتفضل دلوقتي الغدا. استنى كل بادب. امال انا بعمل ايه اما يجي لك دورك؟ انا هديلك. هيعملوا لنا شغل الديوك بقى. ايه رايكم بعرف اطبخ؟ يا سلام. مفيش كده، مش زي بنتي اللي ما تعرفش تطبخ عصفوره وبعد كده راحت اتجوزت لي واحد من عيله واطيه. ويا ريت عايشه، انا عرفت منه يا بابا انها ماتت. الاتنين ماتوا. بكام كيلو كوسه من فضلك؟ باربعه سعر. بتلاته ونص بس. انا سامع التسعيره النهارده الصبح في الراديو. طب تعالى يا فندم. عاوز قد ايه؟ اوزن لي اتنين كيلو على مجد، بس اوعى تغش في الميزان. حاضر يا معلم. نعم. عاوز جوز ارانب بس يكون شمرت من فضلك. من عيني الاثنين. والنبي يا اخويا شوف لي دعت ايه ولا بداره. دعت ايه وعليها بيضه.
خضيتني. ايه مشغولة في ايه؟ الميزانية. مالها؟ خرمت. ايه اللي خرمها تاني؟ ما انا ماشي على التعليمات بالظبط. بابا ما بطلش سجاير. يا ستي ابطل انا الدخان من دلوقتي حالا. انا خلاص تعبت مش قادرة ادبر نفسي. قلت لك ان احنا مش وش سرايات. يا ستي طولي بالك. ايه بس الحكاية؟ اسمعي انا اقدر اوفر لك 3 جنيه. من ايه؟ ومن اجرة الجناين. ومين هيشوف الجنينة؟ انا. هو ده الاقتصاد؟ تبوظ جوانتي بعشرة جنيه عشان توفر 3 جنيه؟ ما هو اصل ايديا مش مستحملين. مالكش دعوة بقى بالفاس، عشان الفاس ما تعرفش الايدي الناعمة. حلمك عليا جمعتين واسأليني بعد كده عن الايدي الناعمة. اتفضل. معلش. يا سلام تسلم ايديكي. عمل حد اتاخر يعني؟ ضروري اتاخر ما دام راح دار الكتب مع الدكتور. الدكتور ده دخل في مزاجه قوي قوي لدرجه انه خلايا اتشعبط في النحوي. احنا بقى ناس عمليين، نشتري الارانب والارانب بتولد، نعزق الارض والارض بتجيب. الله، على فكره شايفة ايه هنا ما كانش موجود؟ شايفة جوانتي جديد مصنوع من سمرة الشمس وصلابة الفاس. مش شايفة حاجة تانية؟ الله، الورد ابتدى يفتح. من وهو لسه عقلة حلمت ان اسمي اول ورده تطلع كريمه واهديها لك. الورده دي عزيزه عليا كريمه. الاكل حشيت. ده انا اللي حشيت. مش تستهجى بقى انت النهارده كسلان خالص. كسل؟ لا انا في الحقيقه تعبان شويه. استهجى نام من غير ما تبص في الكتاب. نام. ها؟ نون. نون. ألف. برافو. إم. يا دي المصيبة. إم. ميم. ميم قصدي ميم. بس يعني ضروري العربي، ما أنا بقرأ وأكتب 4 لغات. 4 لغات ما فيهمش لغة البلد اللي أنت عايش فيها. هي حصة هجاية ولا بستفة؟ بستفة. يلا استهجى كتب. قبل ما استهجى كتب في حاجة واحدة عايز أعرفها وأتعلمها في الحصات. إيه هي؟ إزاي بيتهجوا ويكتبوا أمور بالعربي؟ ما هي دي من الحروف اللي اتعلمناها. هو الأمور عندكم بالعربي اسمه برضو أمور؟ ما هي دي اللي معرفهاش. إزاي؟ هحاول أتعلمها وبقولها لك الحصة الجاية، عشان دلوقتي خلاص الجرس ضرب. سلامتك. اقعد. بقول لك اقعد. ايه الحكايه؟ قول لي. عاوزك تعتبر نفسك عم عبد السلام، وانا اوجه لك اسئله وانت ترد عليها بصفتك هو. معاك سبحه يا ابني؟ ما عنديش. طب قول الله يرضى عليك.
دلوقتي يا عمي احنا اصبحنا عيله واحده، وانا عاوز ان زيتنا يبقى في دقيقنا. وايه يا ابني هو الزيت وايه الدقيق؟ كريمه بنت عمي هي الدقيق وانا الزيت. زيت نفط. اخرس! بتشخط في عمك الحاج وعايزني اجوزك بنتي. معلش يا عم الحاج، انا اسف، حقك عليا. طيب يا ابني، على كل حال احب اسالك سؤال. اتفضل يا عم الحاج. هتصرف عليها منين؟ من شويه الورد اللي انت زارعهم في الجنينه؟ ناوي توقف في المفارق وتقول الفل لياسمين الفل؟ يعني بترفض؟ بالثلث. بس حلمك ما تحل عني بقى، ما انا قلت لك المفيد. الله، يعني فكرك مش هيقبل؟ هو مجنون؟ تاكلها منين؟ زي ما بتاكل دلوقتي. كويس قوي دي يا استاذ. اللي عايز يتجوز لازم يكون بيشتغل، لازم يكون عنده عمل بياخد عليه مرتب يصرف بيه على مراته، مش مراته اللي تصرف عليه. طب واذا اتجوزتها بقى من وراه؟ احب افكر سموك ان في واحده تعرفها عملتها من ورا ابوها وكان جزاها الطرد. الظروف مختلفه، ميرفت نزلت تحت، لكن انا هطلع كريمه لفوق، انا ولا معاون المحطه. مفيش فايده، ما انتش قادر تتغير. انت يا اخي معايا ولا معاهم؟ انا مع الحق، لازم تكسب من عرق جبينك قبل ما تفكر في الجواز. طيب ما هو انا مستعد اشتغل، لكن لازم اتاكد منها. بعدين تعبي يروح على فشوش. مش ممكن هيروح على فشوش، لانك ساعتها هتبقى بني ادم. حلوين قد ايه؟ عارف انا مسميها ايه؟ ايه؟ البرنس. برنس بخته حلو، البرنسيس مهتمه بيه ومهنياه. عقبالك. قولي هالي من قلبك، ادعيلي. حوشي اللي وقع منك. هتفضل كده تتنطط في كل حته؟ ده واجب الخط. واجب الخط قدمه لي في الفصل. قدمه لك في الفصل في الكراكون، لازم تقري وتصححيه. احبك جدا، بحبك قوي، وعايزه اتجوزك. برافو، انت اتعلمتها لوحدك دي. بس على فكره القوي بالقاف مش بالالف. لكن مادام بحبك صح يبقى خلاص. هي مين يا ترى؟ استعبطي بقى يا ستي، انا عاوزك تفكري، مش عاوز الرد دلوقتي. انا خلاص ست جربت حظي. ارجوكي افتحي لي قلبك وطلعي منه معاون المحطه ده. تفتكر ان ده وقت مناسب للكلام؟ انت نسيت ان احنا منتظرين ضيوف؟ لا يا ستي، مش ناسي ابدا ان احنا منتظرين ضيوف. عارف كويس قوي ان اخوكي والست مرات اخوكي معزومين على الشاي عندنا، وعشان كده بقول لك مش عاوز الرد دلوقتي. قولي قدامهم بس، لما تشوفهم يمكن ما يعجبوكش. اهلا 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 وسهلا. اهلا. ازيك يا بابا؟ ازيك يا بابا؟ وحشتنا يا عم. الله يحفظك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امال فين بابا؟ زمانه جاي، ربنا يستر. يا ستي انت غلبويه ليه؟ شفت ابوكي وعجبني، شفتك انت ومليتي قلبي، اشمعنى اخوك يعني اللي مش هيعجبني؟ بابا ازيك يا بابا؟ ده اخوكي ومرات اخوكي؟ ايوه. ايه رايك في المفاجاه دي؟ مفاجاه سخيفه. انا مش قلت لك استنى يمكن لما تشوفهم تغير رايك؟ انا ما اسمحش لحد يتلاعب بيا. اخرجوا من بيتي، اخرجوا كلكم. لا محطات،
تصرفات سكة حديد. انت عايز الحق؟ اللي انت عملته ده صحيح اخلاق برنسات. اتوصى بالسمنة. عينيا. اتفضل. انت النهارده مش عاجبني. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ابني. ابنك؟ امال ابن الجيران. بتشتغل فين يا شاطر؟ في وزاره الخارجيه. ساعي؟ انا بكالوريوس تجاره ودبلوم اقتصاد. برافو برافو. البركه في صينيه البسبوسه هي اللي ربتني. سمير ابني جاي ياخد مصروفه مني، اصله متعين جديد ولسه ما قبضش. خد يا ابني. الله يفتح عليك يا سمير، دي حاجه تفرح. هتفرح له اكتر لما تعرف انه خاطب واحده ابوها مدير عام. زميلت في الكليه. مدير عام؟ وابه يناسبك؟ يا سلام، قبل ورحب وقال ان بيتنا هيتبني طوبه فضه وطوبه دهب. هو طبعا هيبنيه لكم. لازم غني حرب وعنده قطط. انا والعروسه اغنيه، الطوبه الفضه كفاحنا المشترك، والطوبة الذهب حبنا. لكن برضو يا ابني الناس مقامات. بلدنا دلوقتي غير زمان، المقام الأول فيها للعلم والإخلاص في العمل. عن إذنك يا بابا، أحسن عندي ميعاد مع خطيبتي. كده؟ طب خد دول كمان عشان تعرف تفسحها كويس. متشكر قوي يا بابا. الله يفتح عليك يا ابني. مع السلامة. كريمة كريمة، انت صاحيه. انا جاي عشان اعتذر لك. انا اعترف لك ان المقام الاول دلوقتي للعلم والعمل، وانا اعهدك ان احنا هنبني بيتنا طوبه فضه وطوبه ده. ايه ده؟ يخرب عقلك، ده انت بقيت شاعر. امال هي فين؟ روحت. رواحوا كلهم، انت مش طردتهم كلهم؟ انا زفت، انا قطران، انا ولا حاجه. زود لي على دول كمان انك مدب. صح يا بدري ليه؟ صح يا؟ انا ما نمتش طول الليل، وانا كمان قلقت. كان حقنا طولنا بالنا على باباكي شوي، لكن ما هو كمان طردنا. تفتكر كنا هنستنى ايه؟ جيهان باباكي، الحقي يا جيهان. فين فين فين؟ ده الدكتور كمان. يلا قوم نلبس، يلا قوم قبل ما يمشوا. لا مش ده. يظهر الجنان بالعدوى. ازاي اطوعك وافضل الف حوالين السور من خمسة صباح؟ اخرس. انت اصلك ما جربتش الامور، يعني الحب. لا ما جربه وغرقان فيه. صباح الخير.
يا سلام على محاسن الصدف. أصلنا كنا طالعين نصطاد وبعدين لمحناك. طالعين نصطاد من غير بنات بالنبلة. بلاش انتظر وقول انك جاي تعتذر. اهو جابها لك على بلاطة. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي جابك هنا؟ اصلنا نزلنا نتمشى انا وباباكي، بصينا لقينا نفسنا في المعادي. ياه، جايين ماشي من الجيزة؟ ما حسيناش، كنا بنتكلم عنك وعن كريمة. البرنس ضميره بيأنبه على تصرف امبارح. اتوسل اليك، انسي اللي حصل وارجعي معايا. انا قلتها لك بالعربي، ما اقدرش اعيش من غيرك. عايز تعمل زي بنتك وتتجوز من عيله واطيه؟ انا ما ارضلكش. انا مستعد اختم لك اني غلطان. انت فتحتي عيني على حاجات كتير. انا متاكد يا كريمه ان بيتنا هيكون طوبه فضه وطوبه ذهب بالكفاح والحب. انت مش بتحبيني زي ما بحبك. تبقي ما بتحبينيش. كافح واشتغل وبعدين نتكلم. استني، هكافح وهشتغل، اوعدك اني هشتغل، بس عاوز اعرف، عاوز اتاكد. تتاكد من ايه؟ من السؤال اللي كتبته لك في الورقه. قصدك ده؟ بي فتحه باء، بي كسره بي، ري ضمه رو. مش فاهم حاجه. بعدين هتفهم. انت بتهزئي بيا؟ انا هكافح وهشتغل بس مش هكلمك. يلا يلا. بابا ممكن اجي معاك؟ ما اقدرش اسيبك لوحدك. لا قول ايوه علشان تبقى همزه الوصل. ايوه اطلعي حضري شنطتك. حاضر. أنا صعبان عليا يا بابا. ما هو عقله اللي عمل فيه كده. يا دكتور تعال من فضلك، عايزك. أفندم اسمع يا سيدي، باعتبارك دكتوراه في النحو وحتى والحكات دي، أيوه، تقدر تشرح لي معنى اللغز ده إيه؟ أيوه اللغز هو يا أهو واضح. بفتحة باء ب كسرة ب ر ضمة رو. يعني ايه؟ انا بسألك يعني ايه؟ بفتحة ب بحبك، بكسرة ب بشدة. بفتحة ب بحبك، بكسرة ب بشدة. ر ضمة روحي، روحي جنبك. مش نكرة، يمكن من قبل انت ما كدر. انا حاسة بحبك مش نكرة، يمكن من قبل انت ما كدر. لكن شايفك بتبص وراك، لكن شايفك بتبص وراك وبتنسى ان احنا ولاد بكرة. بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين، وبتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين. بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين، وبتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين. عايزك لما تقول لي بحبك تبقى الكلمة طريق مرسوم، تتهجاها صبر وعشرة علي
عشان دي وش عشرتي شوف روحي بتقولها ازاي بفتحة بحبك شوف قلبي بيتهكى ازاي بكسرة بشدة بفتحة بحبك بكسرة بشدة بفتحة بحبك بكسرة بشدة رضا روحي روحي جنبك نفك الخط ونقرا الجرايد من غير مساعده. ما لقيت لناش حاجه النهارده في اعلانات مبوبه؟ في حاجه تنفعك. فين؟ في شركه سينما هنا اهي طالبه وجه جديد لدور برنس. اخرس! من فضلك يا مدمازيل. افندم. انا جاي عشان دور البرنس. اتفضل. بتعمل ايه؟ انا وعدت كريمة اني هكافح، لكن انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش قلت لي مرة انك متخصص في حتى ومع حتى الى النهاية؟ اصلي بحب حتى مستعد اضحي بيها واشتغل اي حاجة عشان اتجوز اللي بحبها. يبقى مش هتتجوزها لانك هتسقط. انت تصلح لدور غفير مش امير. امير يعني. تفتكر سموك ان دي تبقى منافسة شريفة؟ ما انت طبعا هتنجح. اتفضل. بونجور اكسلانس. مش لما اقول لك مثل تبقى تمثل؟ انت داخل حامي قوي كده يعني. بلاش انت،
ابتدي انت. تخيل نفسك برنس في اي موقف يعجبك ومثل، بس على شرط ما تزيدش عن دقيقة. حاضر يا فندم. احنا هنفرض دلوقتي ان في برنس مفلس وحالته كرب. البرنس ده له صديق من الشعب بيتقاسم معاه السيجاره وكوز الذره، والبرنس ده شاف في احلام اليقظه 10 جنيه. 10 جنيه محطوطين على الترابيزه كده، نفرض ان دول ال 10 جنيه. هيتصرف كالاتي: هو كان طالع يتريض يلعب العاب رياضيه، يبقى انت اللي اخدت ال 10 جنيه. لا الارواح انت، لا الارواح انت، الارواح انت. بس بس ما تسوقش فيها. انت يجي منك، سيب عنوانك، لكن انت ما تنفعش خالص. انا ما انفعش؟ ايوه، الدور مش كوميدي. عندنا دور واحد فهلاوي يوقع الستات، ايه رايك؟ ايه فهلاوي يوقع الستات؟ هو دور صغير لكن يليق عليك. اخرس. خونة. بقى انت اللي خبطت في العشرة جنيه. انا؟ عيب. امال عرفت منين ان انا غطيتها بالجورنال؟ بقى غطيتها بالجورنال. ايوه كده اعترف. انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ اقول حقوق. يا ستي باباكي مرشح لشغلانة في التمثيل التمثيل ايه؟ التمثيل الدبلوماسي في وزارة الخارجية يعني كده؟ أنا هألف مزيكا. فاكرة يا جهان في الحفلات اللي كنت بعملها قد إيه الضيوف كانوا بيسقفوا لي؟ أيوة يا بابا فاكرة، كانوا بيسقفوا لك علشان كانوا بياكلوا عندك. اخرس. موسيقى برنسات طبعا، بس الشعب هو اللي هيسمعها. يعني ايه؟ يعني لازم تكون مفهومة برضو. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش انشرها الا بعد 10 سنين. 10 سنين؟ احنا بنهزر؟ لا، بس على ما نلاقي حد يفهمها. انت برنس، احنا اصدقاء من زمان وانا عاوز اخدمك. ايه رايك؟ انت بتضرب بيانو كويس قوي، تشتغل بيانيست في الفرقه بتاعتي؟ اخرس. ايه رايك؟ انا شايف ان الارنب ده طبيعي اكتر من العطافيسه. تسمح لي؟ انت اللي مش طبيعي النهارده. من يوم ما طلعتيلي في الضلمه في اوضه المكتب وانا مش طبيعي. ما فكرتيش في علاج لحالتي؟ انتوا فين؟ انا عاوز قهوه. انت جيت يا بابا؟ هي سبعه ولا ضبع. وقعت في انسان جاهل ما فهمش مزيكتي، لكن انا خلاص انطلقت. ربنا يوفقك يا بابا. القهوه اوام. يلا اتفضل. اللوحة دي مش ناوية تخلص، كام يوم دلوقتي؟ أصل أنا بادئ عليكي عشان معلقاني. أنا بكسب 100 جنيه في الشهر، كلها كام سنة وأكسب 1000. الحمد لله أنا نجحت في السينما وبقالي مستقبل.
وبعدين يا دكتور ما قلت لك كلم بابا. اكلمه ازاي؟ خايف يتهمني دلوقتي ان انا اتغيرت ويعرف اني بكذب فيطردني. دكتور. افندم. السموة بتؤمر بحاجة؟ نعم يا بابا. عايز قهوة؟ عايزكم تهنوني، خلاص انتهيت من السيمفونية دي. ألف مبروك يا بابا. أنا ما أهنكش أنت، أنا أهني الشعب اللي هيستمع إلى موسيقاك. تحب أعمل لك بقى فنجان قهوة؟ ما عنديش وقت، عندي ميعاد مع واحد ناشر تاني، مش عارف حاسس إن السيمفونية دي هتضرب وهتعيشني ملك. بابا، لكن حضرتك مش هتعرف تتعامل مع الناس دول. أنا من رأيها، لأنهم هيطمعوا في كرمك، خصوصا لو عرفوا مين سموك. سيب لي أنا الحكاية دي، أنا هبيع المزيكا بتاعتك زي ما ببيع لوحي. أنا من رأيها، بعد إذن سموك. نجرب. ادي المزيكا بتاعته، محدش عايز يشتريها. خلاص ندفع له ثمنها وتبقى دي الطريقه اللي نساعده بيها. ابدا مش دي الطريقه، انتوا كده تبقوا بتغشوه. ما هو دماغه ناشفه يا بابا، مفيش حل غير كده. اهو حل موقت والسلام. على كيفكم. السيمفونية دي روعة يا فندم، روعة. والله روعة والله. اسمعي بقى يا جيهان، بلغيهم ان الاجر مش عاجبني. حاضر يا بابا. ما دام المزيكا بتاعتي عجباهم لازم يدفعوا. طبعا يا فندم طبعا. باي باي. باي باي. باي باي. بس يا فندم مش لما نستنى لما يبتدوا نشر وبعدين نملي صوتنا عليهم. خليك انت في حتة بتاعتك دي. حاضر. اصلك مش فاهم حاجة، دول الناس بيحوشوا المزيكا بتاعتي علشان يكتسحوا بيها الموسم. فاتتني دي يا فندم. انا والله حاسس خلاص اني وصلت. عقبال ما اوصل انا كمان يا فندم. اصل ليا طلب عن سموك. قوي قوي. اي حاجه عاوز سلفه؟ تسمح لي يا فندم، انا طالب ايد جهاد. انت ليه يا فندم؟ مش قد المال. انت عوضني سموك. نسيت امتحان التمثيل بتاع السينما، الشركه تعاقدت معايا 5 سنين وادتني دور البطوله. وكم العقد؟ 100 جنيه في الشهر اول سنه و300 جنيه في الشهر الثاني سنه. علشان كده كنت تتغيب كتير وكل ما اسالك تقول لي كنت بدور على شغل. والله يا فندم كنت بحافظ على احساس سموك. انت تستاهل 300 جنيه في الشهر، دول مغفلين. رايهم كده؟ وعاوزني اجوز بنتي لواحد ممثلاتي؟ عجايب. اقول ممثل زهرات؟ اسمع ابني، شيل الفكره دي من مخك خالص، لحسن والله يطردك. هو عيب يا فندم ان انا اطلب ايدي هنا. انت ناسي انت ايه وانا ايه؟ انا بشتغل، لكن سموك عاطل. اخلص! أنا موسيقار، بألف موسيقى وببيعها. تسمح لي أشيل من مخك حكاية إنك موسيقار وبتألف موسيقى وبتبيعها؟ نوتك مكدسة في المعادي فوق البيانو في فيلا سالم. شركة الأسطوانات اللي بتدفع لك ثمنها اسمها ميرفت كريمة وشركاها. أنت كذاب. أنت مطرود. أنا كذاب ومطرود إذا كان ده يرضيك. تصوروا عايز زيادة، وقعنا في شر أعمالنا. ده أنا لو كنت كل يوم أرسم صورة ما أقدرش ألحق على طلباته. أنا أساعدك. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ حق كله إلا كده. أوعي تفكري إن ده ممكن يحصل. عشان إيه؟ بابا بابا. سيبيها. آخرتها إني آخد حسنة من واحدة ست. Thank you.
واحدة أرجوك تفهمني، إحنا قصدنا كان كويس وأنا عملي كان وحش. كنت فاكر إني أستهلك. أهلا وسهلا. أهلا خطوة عزيزة. ما افتكرش إن ضيف يستاهل الترحيب. الست وبناتي كونوا جمعية خيرية عشان يساعدوني، جيت أتشكر لهم. إيه الكلام ده؟ دول أهلك. على فكرة يا جهان، خليكي هنا اليومين دول، ربنا يقدرني على السداد. أنا طبعا مطرود. طبعا خايف على جهان مني. جهان خلاص هتقعد عند أختها كده. هتحميها مني بشكل ده؟ من حقي يا أخي. للمعلومية أنا وجهان بنحب بعض. اخلص. الحب عيب، بتحلله لنفسك وتحرمه على غيرك. روح خد شنطتك وبرا. بس برضه للمعلومية هقابلها من وراك. حكاية سالم وميربت هتتكرر تاني. أنت ما بتستفدش من دروس الماضي. استنى. أنا هسألك. إذا كانت الإجابة في صالحي توعدني ما توقفش في طريقنا؟ أيوه. كلام شرف. كنت أفضل أكون لابس الجوانتي بتاعي. عجيب. تقدر تستنى يعني تترزم. حاضر يا بابا. يا دكتور، يا دكتور تعال هنا. شيل دول، رجعهم تاني المعادي. انا مش عاوز العيب. بس المعادي مظلومه، انا اللي قبضت الفلوس من الشركه واحنا بقينا نسايب. لسه نفرض احنا مش عايشين مع بعض على الخير والشر. انا ما بقبلش مساعده من حد. أنا عندي لك خبر هيدهشك ويفرحك في نفس الوقت. أنا قبلت أشتغل عندك بيانيست. بس أنا عندي بيانيست كويس قوي دلوقتي. إزاي أقول له بابا؟ عندك حق. أنا آسف. جواب غرامي طبعا. ايوه يا سيدي. انا مبسوط جدا لانك خضعت لسلطان الحب. خفيف قوي. ولا مؤاخذه كريمه، مش هتعرف تقرا خطك. ممكن اكتب لك انا جواب؟ اظن بقى كفايه تطفل. ده الطلب بتاع الوظيفه الخاليه اللي عندكم. سيادتك تتفضل يوم 16 عشان امتحان. شكرا قوي. يا اخي اتاخرت ليه؟ الغدا جاهز بقاله ساعة. ومين اللي عمل الاكل؟ خدامك عثمان. اصلي بفوت من هنا ساعات، البيه المرة دي قال لي استنى. الله، انت مش هتتغدى؟ لا. Thank you.
كريمة هانم على التليفون. 100 مرة قلت لك مش عايز أكلم حد. كريمة هانم، أنا آسف برضه مش عايز أتكلم. أحواله بقت فظيعة، ده بيقفل على نفسه المكتب بال 24 ساعة وبيختفي بره البيت بال 24 ساعة. ما عندكش فكرة بيروح فين؟ طيب متشكرة، مع السلامة. اتفق مع جيهان على تفاصيل الجواز. ها؟ انت قلت حاجة دلوقتي؟ انت لسه ما رحتش المعادي؟ من فضلك أرجوك ما تلعبش بأعصابي. أنت بتتكلم جد؟ أنا من إمتى بهزر معاك يا ولد؟ يعني صحيح. روح يا شيخ ابنك. روح. روح. يا ولد. نعم. هتروح المعادي بالبيجامة؟ يا خبر. مالك يا ابني؟ بابا جراله حاجة؟ أيوة. مالك؟ وافق على جوازنا أنا وجيهان. مبروك يا جيهان. عقبالك أنت كمان يا كريم. وبالمناسبة دي أنا عازمكم بكرة كلكم على رحلة. بابا هيكون موجود؟ طبعا اكيد. مش قلتلك بابا مش هيجي؟ انا عارفه هو مش عايز يشوف وشي. مش عارفه اقولك ايه يا كريمه. Ladies and gentlemen, your guide today is شوكت حلمي. At your service, I have the pleasure to take you on a cruise on this magnificent river, the Nile. سيداتي وسادتي، يتشرف المرشد السياحي شوكة حلمي بصحبتكم على صفحة النهر العظيم النيل. إن نهرنا العظيم يرحب بكم، وهناك كلمة قالها المؤرخ العظيم هيرودوت: إن مصر هبة النيل. وقد كانت مصر كريمة دائمة فلم تحتفظ بالهبة لنفسها ووزعتها على العالم. أعطته حضاراتها التي نشأت هنا قبل الميلاد 5000 سنة. أرجوكم أن تنظروا إلى هناك.
هذه إحدى استراحات الملك السابق التي أصبحت فيما بعد مجلس قيادة الثورة. نظرة إلى الوراء لتشاهدوا برج القاهرة، أعلى بناء حديث في العاصمة. وسندعوكم في العودة لتتناولوا وجبة الغداء في مطعمه الدائر، وبذلك تتمكنون من الاستمتاع بمنظر لا ينسى. وهنا سيداتي وسادتي ترون قصر كان عايش فيه واحد من العاطلين بالوراثة. كان أكبر نشاط بيعمله إنه بيتاو، وكان بيسلم على الناس وإيده في الجوانتي. وبعدين حدثت المعجزة، اكتشف إنه طول ما هو عايش عاطل في مجتمع عامل إنه بينتحر بالتساؤل. قلع الجوانتي واشتغل، وده لذة العرق. لو كنتم جيتم السنة اللي فاتت كنت فرجتكم عليه وهو لسه صنم، لكن دلوقتي خلاص الصنم اتحرك وساب المتحف اللي كان حاطط نفسه فيه. ولو قابلتكم بيه دلوقتي مش هتعرفوه.